نحن بدنا نفهم مرة أخيرة شو هي المشكلة. عم بيقولوا نحن عندنا خسارة ولكن ما بدنا نعترف فيها، ما بدنا نرسم المصرف تبعنا بمصرياتنا، ما بدنا نخلي يفوت مساهمين جداد لنعطيهم أسهم جديدة، وبدنا هالخسارات نستوعبها بأملاك الدولة العامة. ما نضحك على حالنا، منن عم بيقولوا بدهم يخلوا الخسائر لبعدين، بس عم بيقولوا بدهم يطولوا بالخسائر ويستولوا على أموال الدولة بنفس الوقت. والاستيلاء على أموال الدولة إذا افترضنا إنه الشعب اللبناني قبل فيه، إلا إنه هيدا ما بيدر دولارات على البلد، هيدا بيغطي لهم خسارة من شيء محلي، هيدا بيغطي لهم إياها بالدولار المحلي، ما بيفيدهم بشيء، أو على الأقل ما بيفيدهم مصارف بشيء. المصارف عم تقترح على الاقتراح اللي هو هذا الصندوق اللي بنحط فيه كل املاك الدوله لتامين لهالمودعين اموالهم، هيك هن عم بيقولوا بخطتهم. المودعين عندهم نوعين من الاموال، عندهم دولارات وعندهم ليره لبناني. الصندوق المحلي ما بيجيب دولارات ولا ممكن يجيب دولارات. الصندوق المحلي تيجيب دولارات لازم يجي مستثمرين من الخارج، والمستثمر من الخارج طالما شايف في خسائر ما بيجي، منه مستعد هو يحط مصرياته بالخسائر تبع غيره. أما الليرات فهن مع الأسف مع تدهور سعر الليرة يلي صار، واحد بيسأل حاله ليش بهالسرعة، فاللبنانيين عم بيخسروا مصرياتهم بالدولار لأنه ما عم بيقدروا يحصلون، وبالليرة اللبنانية مع الانهيار تبع الليرة. فما نجرب نضحك على الناس، إذا ما تنظف النظام الخسارة على الناس راح تكون كتير كبيرة. بس عم تقول واحد بيسأل حاله ليش تدهور سعر الصرف بهالسرعة، هل عم تأشر انه في اسباب، في ناس عم بتحرك هذا الموضوع؟ لا مش بالضرورة، ممكن، ولكن ممكن كمان انه يكون لانه السوق شايف انه ما بقى في افق، ما بقى في خطة، ناس متبنيينة ومجتمع دولي قابل انه يرتكز عليها ليشتغل معنا، وبالتالي فهمانين انه بغياب هالحل هيدا تدفق دولار عن جديد ما يسمى بالدولار سبلاي منه متوفر، وبالتالي ما رح يكون في مجال انه واحد يهدد التدهور يعني على مستويات ترجع ترد للبنانيين ما هم بحاجة له ليعيشوا بكرامة. طيب هون بصير في سؤال كتير بديهي وبتصور كل اللبنانيين بصيروا بدهم يسألوا، إذا اليوم خطة الحكومة فعليا فرغت من مضمونة أما سقطت، صندوق النقد مثل ما تفضلت وقلت علق المفاوضات بسبب هذا الخلاف على الأرقام، شو البلان بي اللي اليوم رايحين له أكان الحكومة أما بالمجلس النيابي لأسقطت هالخطة؟ اليوم لبنان رايح باتجاه شو؟ حاولت أقول بالمؤتمر الصحفي تبع الاستقالة شو معقول يكون البلان بي يلي منه معلن، لأنه بالوقت الحاضر ما في خطة بديلة. خطة الحكومة مع الأسف يتيمة، لأنه ما في جرأة كافية لواحد يعني لهالطبقة السياسية تواجه كل يلي ماسكين النظام وكل يلي استفادوا من النظام. الخطة البديلة بنعرف شو هي وما لقيت يعني ولا أي كيف بدي أقول قبول من المجتمع الدولي، لأنه المجتمع الدولي لما بيسمعوا إنه ناس يلي متمكنين جايين ياخدوا الأملاك العامة من يلي مش متمكنين ما بيمشوا بكل بساطة، بالإضافة لأنه ما حدا بيمشي يحط أموال بالبلد إذا الخسارات ما حدا يتحملها كما هي، مش بعد ما يخفضها وبكرة يروحوا يغيروا بأرقام الناتج القومي لتبين أصغر وغيره وغيره. بوضوح ما في خطة معلنة بديلة، ولكن ما هو قد يكون خطة بديلة أنا عم بحاول يعني صار لي فترة حذر منه، مش لأنه جاي عبالي خربت بأي مسار، بس لأنه شايف شعب بأمه وأبوه عم بيصير بحال يرثى له. أول شغلة هي أنه يضل التصحيح عم بيصير، لأنه بالآخر لما في خسائر بده يصير في تصحيح، يضل التصحيح عم بيصير بانهيار العملة، يضل التصحيح عم بيصير بهركات غير معلن على الودايع، لأنه أكيد بيقولوا لهم لا نحن ما في خسارة أبدا، بيضلوا الرقم على الورق بس إذا شاطر اصحاب المصاري من البنك، وبيضلوا الهيركات ماشي على كل واحد عم بيسحب أو كل واحد عم يعمل عملية مصرفية.
عم بتصير الخساره اكثر من 60% بالوقت الحاضر. هلا اذا عم تسحب بلاتك بالليره اللبنانيه ايه يلي عم بيسحب ويلي بحاجه يحول للخارج والمؤسسات اللي بحاجه تستورد والى اخره. وثالثا منضلنا ناكرين وجود الخسائر ومنضلنا نمد الاجال لا الله يفرجها، مما يعني انه ما في نمو، في كلفه مباشره على الاقتصاد، ما في حل لمساله المديونيه اللي كمان لانه ريستراكشرنج ما بيعود يصير، اعاده هيكله الدين ما بتعود تصير كما يجب، وبيضلوا هالعبء قائم على الاقتصاد. وبنفس الوقت بيكونوا هربوا من الاصلاحات البنيويه الاساسيه اللي لازم تصير بالماليه العامه كمان وبقطاعات حيويه مثل الكهرباء وغيرها، وبيكونوا ربحوا وقت مثل ما معودين صرنا على سنوات وسنوات طويله انه يكون عندنا سياسه وحده هي ربح الوقت باغلى كلفه ممكنه على اللبنانيين. طيب بس عم بتقولوا خطر، لانه اللي عم بتقولوا يؤدي الى هجره كثير كبيره، لانه ببطل في سبل للعيش هون، وبيؤدي انه انهيار سعر الصرف يوصل لمحل يصير البلد رخيص كثير، اي راس مال بيقدر يجي يشتري. بس هيدا هل يعقل يكون كل احزاب بالمجلس النيابي خضعت لهالقوه الماليه اللي عم تتجه بهالاتجاه لاسقاط خطه الحكومه من دون اي بديل اخر؟ ما بعرف اذا يعقل هالشيء، بس اكيد انه في كثير قله فهم وفي بمحلات كثير سوء نيه، ولكن اللي عم تتفضل فيه هو بصميم اللي حاولت اقوله انا وعم بقدم استقالتي. اولا انه هيدي العمليه اذا استمرت كما هي رح تخير اللبنانيين بين شغلتين، اولا الهجره، وهلا اسالوا السفارات قديش في عشرات اذا مش بيات الاف طلبات الفيزايات للناس يفلوا والشباب بشكل خاص، او انه يصيروا معدومي العافيه لدرجه انه مجبورين يوقفوا على باب الزعيم ويعملوا شبه ميليشياوي عنده. ومشان هيك حاولت اقول اذا بتريدوا انتبهوا لسيناريو ال 75، اذا بتريدوا انتبهوا لامكانيه انه يرجع بهالوضع الضياع كله يصير فيه النوع من القبائل المتناحرة ضمن الاقتصاد اللبناني. النقطة الثانية اللي ذكرتها يلي هي جوهرية، انه لما بينهار الوضع بهالشكل هيدا، نعم موجودات لبنان بتصير كتير رخيصة، ونعم يلي عنده مليارات بالخارج بصير قادر انه يجي اش يشتري بالبلاش، يشتري الموجودات ويشتري الناس كمان. وهيدا منه الوطن يلي نحن بنطرح له، لانه الاموال ساعتها يلي بتصير بدها تفوت يا اموال ناس بدهم يعملوا اشياء مش حلوه كثير بالاقتصاد، يا اموال يعني تبييض اموال وغيره، وكل اموال بتخلق بالبلد ملاذ للمجرمين. نحن مش هيدا لبنان اللي بنطرح له.